اهلا بيكم من الغردقه. طبعا انا بكلمكم طبعا اخر النهار. الجو في الغردقه جميل جدا الفتره دي، في هواء زي ما انتم شايفين، طبعا شعري منكوش خالص. احنا النهارده موجودين عشان نفتتح فرعنا الجديد اوركيد في الغردقه. ان شاء الله يعني احنا بنحاول نقرب لكم في كل مكان عشان نقدم لكم كل الجديد في مجال التجميل. ليه الغردقة؟ الغردقة الحقيقة هي أجمل مدينة في البحر الأحمر، مكان أكتر من رائع. الحقيقة اللي بيفكر يعمل سياحة لمصر وفي نفس الوقت يفكر إن هو يتعالج مش هيلاقي انسب من الغردقة، لان هي فعلا جوها طول السنة جو بديع، جو ساحر. البحر هنا يعني اكتر من رائع، في برايفسي جامدة جدا، في هدوء استجمام. الواحد فعلا ممكن يبقى حاسس ان هو بيتفسح وفي نفس الوقت بيغير جو، حتى لو بيعمل عملية او بيعمل حاجة في التجميل. النفسي والاستجمام ده بيساعد ان هو يتعافى بسرعة. الحقيقة احنا بقالنا فترة كبيرة جدا مقتنعين باهمية السياحة العلاجية في مصر، لان فعلا مصر دولة مهمة جدا في المنطقة، واحنا فعلا عندنا يعني جو رائع، عندنا موقع استراتيجي، عندنا شواطئ كتير جدا من دول العالم ما عندهاش الشواطئ بتاعتنا. الحقيقة كمان الهوسبيتاليتي والاستقبال والخدمات عندنا الحقيقة مميزة جدا، لان احنا فعلا عندنا حسن الضيافة وعندنا الكرم. صحيح احنا في فترات مصر اتأثرت شوية في السياحة، ولكن احنا في فترة وجيزة تغلبنا على كل العيوب والمعوقات. دلوقتي لما بننزل غردقة يمكن الحمد لله فترات مش قليلة بقى الحجز فيها تقريبا نسبة الاشغال فوق 90%، دي حاجة يعني رجعت الثقة تاني للسياحة في مصر. بدعوكوا ان شاء الله ان انتوا تزوروا مصر، بدعوكوا ان انتوا لو فكرتوا في اي اجراء ان انتوا تعملوا اي حاجة في جراحة التجميل او اي عملية تجميلية، لازم تبقى عندكم يعني ثقة وعندكم اطمئنان ان انتوا بتعملوا حاجة مميزة جدا مستوى الطب، وبالاخص جراحة التجميل في مصر مستوى عالمي، مستوى محترف وعلى اعلى درجة من الكفاءة. اللي بيفكر فعلا ان هو يعني يستفيد من زيارته لمصر من ناحية السياحة العلاجية وفي نفس الوقت يستجم ويتفسح، فعلا مش هيلاقي احسن من الغردقة. احنا منتظرينكم هنا، وان شاء الله نكون معاكم في كل انحاء مصر قريبا باذن الله.